ابتدي معاك حديثنا بالنادي الاهلي ومباراه الذهاب القادمه في رادس، مباراه الترجي التونسي. شفنا في بدايه الحلقه لقاءات كتير مع اللعيبه بيستعدوا على طريقتهم الخاصه، وبالتاكيد يعني دايما بنقول افضل شيء ان يكون معاك ارضك وجمهورك ودي فرصتهم. تعليقك ايه على مباراه الذهاب؟ ده الحقيقه المباراه هتبقى صعبه جدا، المباراه ما فيهاش معايير، ما لهاش مقاييس، ما لهاش حسابات. اكيد في معطيات قبل المباراه انه النادي الاهلي مثلا اخر خمس نهايات موجود او اخر خمس ست نهايات موجود في الفاينل بشكل مستمر، فريق ليه اسمه وليه تاريخه، استقرار جيد جدا. لكن في النهايه الترجي ما وصلش بالصدفه، يعني برضه عمل مشوار طويل جدا في البطوله ووصل الفاينل. مستحيل يبقى الجاب كبير في الفاينل ما بين الفريقين، يعني مستحيل يبقى في افضليه للفريق عن الثاني بشكل كبير، ما بتحصلش في الكوره. يعني طالما ان الفريقين وصلوا للفاينل الاثنين معطياتهم قريبه من بعض، اي حد فيهم يقدر يكسب، فعشان كده بيبقى صعب جدا انك تتوقعي. لكن في النهايه هي بتبقى مباراه صعبه جدا، بيبقى فيها معايير كتير جدا، بيبقى فيها شغل، يعني فريق واقف على رجليه اكتر من فريق تاني، مدرب تكتيكيا. خد بالك المباريات اللي هي الاقصائيه او المباريات اللي قيمتها بطوله، دور المدرب كبير جدا اكتر من دور اللعيبه، انك ازاي تختار التشكيل المناسب، وانك ازاي تختار الطريقه المناسبه، وانك ازاي تعمل سيناريوهات للمباراه. فانا شايف انه دور المدرب والجهاز المعاون فني واداري قبل المباراه وتحضير اللاعبين للمباراه، يعني ده مهم جدا. لكن في النهايه هتعتقد ان في افضليه لحد على حد، اتمنى ان هي تبقى للنادي الاهلي اكيد، وكل المعطيات بتقول ان النادي الاهلي ان شاء الله اقرب ان هو يفوز بالمباراه واقرب ان هو يكسب البطوله، وما عندوش مانع. يعني احنا لو كان سان داونز كنت تقلقي لانه في هيستوري مش احسن حاجه الفترات الاخيره، لكن بالعكس النادي الاهلي مع الترجي كسر عقده باشا من افريقيا بقالنا سنوات طويله جدا، بالعكس الاهلي بيكسب هناك بشكل مريح جدا. فهي برده هترجع لحسابات المدرب، هو حاسبها ازاي. المدرب ممكن يبقى جريء فيبتدي يهاجم لانه متوقع انك تروحي تلعبي المباراه، اكيد ضغط جماهيري كبير جدا، فريق بيلعب على ارضه وسط جمهوره وعارف ان المباراه الثانيه هتبقى في القاهره، فكل لحظه كل لحظه في تونس عايز يستغلها فريق الترجي بشكل كبير جدا، لانه هو قلقان من المباراه الثانيه في القاهره، فيهمه انه يخلص المباراه. لكن تعالي نرجع مثلا لقبل كده لما كسبونا في القاهره 3-1، يعني هم الحسابات دي برده كلها والهيستوري هيبقى موجود، تاريخ لقاءات الفريقين مع بعض هيبقى مهم جدا وفارض نفسه على المباراه. فالمباراه ليها حسابات كتير جدا، ليها معايير كتير جدا. في رايي انه المدرب هيبقى دوره كبير جدا مارسيل كولر في المباراه، اعداد اللعيبه ذهنيا وفنيا للمباراه هيفرق معانا جدا ان شاء الله. لو اتكلمنا عن اداره اللقاء بالنسبه لكولر، هيدير اللقاء ده ازاي؟ يعني انا في رايي الشخصي ما تعملش دايما المتوقع، يعني بلاش التحفظ الزياده قوي، لانه اوقات كتير جدا الفريق اللي بيلعب على ارضه بتبقى المباراه اصعب عليه، لانه هو مطالب ان هو يكسب المباراه، عنده حضور جماهيري كبير جدا، كل الدعم وكل المسانده والناس كلها في ظهره، عنده افضليه كبيره جدا. حتى حكم المباراه في اثناء المباراه تلاقيه برده ايا كان مهما كانت قوه الحكم بيتاثر بجمهوره، وشفناها طوال تاريخنا في افريقيا ان الحكم بيتاثر بشكل كبير جدا في الجمهور، خاصه في المباريات كبيره. فكل مش بقول ان هو هينحزن فريق على فريق، لكن بيحسب جدا في كل قرار، بيبقى قلقان جدا في كل قرار، فده بالطبع اكيد بيؤثر على قراراته، مش هتستني القرارات اللي انت مستنيها قوي. فانا شايف انه مش لازم تبقى يعني تبقى بتدافع من بدري قوي او قلقان قوي او واقف في نص ملعبك عشان ما تديش افضليه للفريق الثاني، لا قدر الله تبتدي المباراه خسران، ممكن تبتدي بكره ثابته، بينالتي، في الضغط الجماهيري، في حماس اللعيبه اللي هيبداوا بيه. فانا شايف ان احنا نباغت الترجي، ما نلعبش من نص ملعب، نلعب تلتين ملعب ونهاجم، لانه احنا خد بالك في مباراه من مباراه دوري ابطال افريقيا امام مازيمبي هناك، طول عمرنا عارفين ان مازيمبي هناك مبارياته صعبه، ما بيخسرش على ملعبه، لكن هاجمنا بشكل كبير جدا والجيم كان مفتوح وقدرنا ان احنا نوصل للمرمى، فطلعنا بالمباراه بشكل جيد، اتعادلنا، عملنا نتيجه بالنسبه لنا مرضيه. يعني فانا شايف انه احنا النادي الاهلي افضليه عندنا بشكل كبير جدا، اوقات خدي بالك ما بيبقاش عندك الافضليه لكن بتفرضي اسلوبك في الملعب، انه لا انا نازل اكسب، لا انا مش جاي ادافع، لا انا عايز اكسب هنا، مش هستنى، مش هاجل للقاهره، فتلاقي الفريق شايف منك رد فعل غير اللي المفروض يحصل، هيعمل له دربكه في كل حساباته. لكن متوقع ايه؟ متوقع الترجي يبقى مسيطر، متوقع الترجي يبقى عنده استحواذ، ومتوقع النادي الاهلي يبقى متحفظ بعض الشيء، ده المتوقع، ده اللي احنا اي حد هيحسب الحسبه دي. انا شايف ان احنا نبعد عن المتوقع قليلا، مش بقول ان احنا نفتح خطوطنا وان احنا نهاجم دون درايه ودون حساب، لانه هيكلفنا مشاكل كبيره جدا، لكن نتخلى عن ما هو مألوف، يعني نبتدي، وخد بالك ظروفنا تسمح لنا، يعني ظروف الفريق بتاعنا ولاعيبتنا والهيستوري بتاعتنا مع الترجي تسمح لنا ان احنا نتخلى شويه عن المألوف. يعني
هل الوقت كان كافي ما بين مواجهة بلدية المحلة والنادي الأهلي ومواجهة الأهلي مع ترجي تونسي؟ ضيق جدا الوقت طبعا، لكن في النهاية أنا أفضل كده، أنا أفضل إن النادي الأهلي ما يبعدش، ما يقعدش 10 أيام، علشان برضو حساسية المباريات مهمة جدا، خد بالك. وبرضو إحنا لعبنا كورة وعارفين مهم جدا إنك تبقى رجليك في الملعب وقت طويل، الراحة فترة طويلة وبعد كده تروح تلعب مباراة هي مباراة بالنسبة لك مصيرية أو مهمة، ده تأثيره سلبي مش إيجابي خالص يعني. هل ده هينطبق على وسام أبو علي اللي غاب عن مباراة بلدية المحلة وهيكون بيستعد لمباراة الترجي التونسي، ولا مش هيأثر على مستواه؟ لا يعني أنا شايف إن مشاركاته متدرجة مع النادي الأهلي للفترات الأخيرة بشكل كويس، هو كمان مستواه الفني متصاعد بشكل تدريجي، بيحظى بثقة الجماهير والمدرب واللعيبة كمان، فأنا شايف إنه بالعكس هيؤدي بشكل جيد مع النادي الأهلي وهيكون مفتاح من مفاتيح المكسب بإذن الله في المباراة هناك. عامل الجمهور المتواجد مع الترجي والصالح الفريق وعلى أرض الترجي التونسي في رادس، تعليقك إيه وشايف الجمهور إزاي طبعا بشغف وحب الجمهور التونسي للعبة كرة القدم هيكون مدى تأثيره وهيرفع معنويات اللعيبة إزاي؟ طبيعي جدا، هتلاقي الجمهور حاضر من بدري، دعم وتشجيع ومسانده طول الوقت، مباراه بالنسبه لهم تمثل بطوله، حلم كبير جدا، لكن في النهايه زي ما بقول لك الترجي عليه بقى ان هو يستغل الدعم الجماهيري اللي هيكون متواجد جدا في المباراه، الجمهور اكيد هيبقى في ظهر الفريق، لكن في النهايه انت رد فعلك هيبقى عامل ازاي؟ يعني خد بالك الجمهور رد فعله بيتاثر بفعل اللاعب في الملعب، يعني الفريق بيأدي ازاي؟ الفريق بيهاجم كويس، كل ما تلاقي الترجي ماسك الكوره وكل ما تلاقي الترجي فرصه كتير، كل ما تلاقيه مستحوذ هتلاقي الجمهور طول الوقت بيؤيد وبيساند بنفس الشكل. في النهايه لو النادي الاهلي زي ما بقول لك خرج عن المالوف وابتدى يهاجم بشكل كويس وابتدى هو اللي يمتلك زمام الامور خاصه في وسط الملعب والنادي الاهلي بقى خصم مقلق، هتلاقي الجمهور حتى قلق، هتلاقي التشجيع قل، هتلاقي الناس قلقانين على نتيجه اكتر، والجمهور بقى عنده حماس كبير جدا، يعني جمهور الشمال الافريقي ده تونس والجزائر والمغرب يعني حاجه عظيمه جدا وعندهم يعني حماس كبير جدا، فمهم جدا انك تمتص الحماس ده، مهم جدا جدا انت مش بتلعب الترجي بس، انت بتلعب الترجي بجمهوره، ودي برضو مهمه جدا، ولينا طبعا تاريخ مع جمهور الترجي طويل جدا النادي الاهلي، اعتقد احنا عندنا خبرات كبيره جدا تخلينا نمتص حماس الجمهور ونحاول ان احنا ان شاء الله الموضوع يبقى في صالحنا. خد بالك لو قدرت تقدم بشكل كويس الجمهور مش بقول لك ان هو هيتخلى عن تشجيع فريقه لكن هيقلق، فانت خلي الجمهور يقلق، فهيقلق ازاي؟ هيقلق بان انت تعمل حاجه مش طبيعيه، لكن لو تخيلي لو وان سايد جيم الترجي بيهاجم طول الوقت 15 دقيقه احنا مش عارفين نطلع نص ملعبنا مع الدعم مع الجمهور مع كل القرارات اللي ممكن ما تبقاش لصالحك اكيد هتتاخري بالاداء او بالنتيجه يعني، فاتمنى النادي الاهلي ان شاء الله وانا واثق جدا في النادي الاهلي ان هو ان شاء الله ما يبداش بدايه متاخره، يبدا من النص شويه، يبدا من قدام شويه يعني.